مرحبا، شلونكم؟ شخباركم؟ طبعا اليوم حبيت أشارككم بمشترياتي من الملابس، أحذية، إكسسوارات الفصل الخريف والشتاء. مثل ما تعرفون خلفت بنية قبل 3 أشهر، والصراحة أكيد زاد وزني. حد هسه ما خسرت كل الوزن اللي زدته، لأنه مثل ما تعرفون إذا الأم ترضع رضاعة طبيعية وتحاول تكون على دايت راح يأثر على حليب الأم، يعني ما راح يكون عندي حليب كافي لطفلتي. فمو مهتمة هواية بأمر إنه أخسر وزن بسرعة، فتقريبا دا أخسر كيلو قبل بعد كل أسبوعين وكذا. فلحد الآن وزني زايد، هواية من ملابسي الشتوية مدى أقدر ألبسهم لأنه شوية صغار عليا، فاحتاجت إنه الصراحة أشتري هواية أشياء. فما راح أشوفكم كل شي اشتريته، بس اشتريت قطع راح أقدر ألبسهم بهذا وزني لحد ما أخسر الوزن وأقدر أرجع ألبس الأشياء اللي أنا أملكهم. فراح أشوفكم كل شي اشتريته اليوم، ما أريد ألغي هواية. فإذا يهمكم تشوفون مشترياتي الفصل الخريف والشتاء خليكم تشوفون هذا الفيديو. أول شي اشتريته وهذا، على فكرة هذا مو موضوعنا، عرفت نحكي بالفاشن، بس إذا تشوفون التشارشاف مال المخدات هنا كأنه وردي فاتح، ما أعرف ليش من غسلتنا الشراتشف تغير اللون مالتهم بالغسالة، فما حبيت هذا الشيء أبدا. فلهذا السبب لونهم وردي، هم ما كان وردي، كانوا لونهم أبيض، ما أعرف ليش لونهم تغير. فعلى كل حال فهذا أول شيء، إنه بس كارديجان عادي هيك شكله، ما أعرف إذا تقدرون تشوفوه زين، لأنه مثل ما تشوفون عندي دا أصور بالغرفة ما عندي مكان هواية. فهذا الكارديغان كلش أحب لونه، لونه مثل الأخضر الغامق، زيتوني مو أخضر غامق، هيج الشكل. أحب الجيوب هنا اللي بيه، ومن فوق الجيوب مثل الأبيض وأسود، وأحب هذول الدقم اللي بيها من إنه كأنه شي زايد بي يعطوا شوية أكسن. وأحب أوقات ألبس الكارديغان مالتي هيجي، يعني بس أنزله شوية عن الكتف وهيجي يكون شكله، وأقدر ألبسه طبيعي يعني هيج. فكلش أحب الكارديغان الصراحة، أحب ألبسهم حتى بالصيف لأنه أنا دائما بردانة، فدائما أشتري كارديغان هيجي وعندي إياهم كل مكان. بس كل فصل الشتاء أشتري واحد جديد، وبالأخص هسة بما إنه الكارديغان مالتي شوية أصغر من حجمي احتاجت إنه أشتري واحد جديد. على فكرة هاي الماركة اسمها Free People، بس الموضة مالتهم إنه أشياءهم أوفرسايز، يعني أكبر من حجمهم، فهذا قياس حجم small، بس مثل ما تشوفون يعني كلش كبير، بس هاي الموضة مالتهم وأحب هيجي أشياء، فكلش أحب هذا الكارديغان. فثاني شي اشتريته هو هذا الترنش كوت، لأنه أكيد أحتاج هيجي جاكيت الفصل الخريف لأنه شوية خفيف، يعني مو جاكيت شتوي. بس كلش أحب الترنش كوت، بالأخص هيجي جاكيت يعني من الدنيا تمطر، هو كلش زين للمطر لأنه الماتيريال مالته، وهمين من الدنيا شوية باردة بس مو كلش باردة، يعني بفصل الخريف راح يلوق الفصل الخريف. واللي أحبه بهذا الجاكيت هم هذول الديتيلز هنا، يعني هذول الدقم من الجهة، يعني شوية ينطي شوية فاكة مثل الدقم موجودين على الأردان. وهمين هنا إذا تشوفون الياخة مالته هيجي من جوا، اللون من جوا هيجي شكله، وكلش أحب هذا اللون، يعني لون نيوترال يقدر يرهم كل شيء. بحزام هنا فأقدر أشده، وهنا بهاي الديتيل، وهم بي صراحة نسيت شو يسمون هذا، بس بهذا تعرفوا قصدي، ما أعرف شو قصدي، بس كلش أحب هذا الجاكيت. خلوني دا أرجع لي ورا حتى تشوفوه، شوية طويل طوله، شوية أطول، شوية جوا ركبتي، يعني مو كلش طويل بس طويل. بس كلش احب هذا الجاكيت، احب الترنش كوت، هذول اكثر الاشياء اللي احبهم الفصل الخريف. اوكي،
هذا جاكيت ثاني، هذا جاكيت من ال leather الكذبي، يعني الجلد الكذبي vegan leather، لونه جوزي، أحب هيجي ألوان الفصل الخريف، بس أحبها من الجلد الكذبي ال vegan leather، هيجي طوله يعني شوية أقصر من هذاك الجاكيت، هذا فوق ركبتي. هذا الجاكيت هم من شوية خفيف، فيلوق للخريف مو للشتاء. صراحة عندي هواية جاكيتات شتوية، فأشتري جاكيت للخريف، وهم من بهذول الدقم من هاي الجهة بجيوب، وهم من بحزام هنا أحب أشهدهم هيجي، فكلش أحب هذا الجاكيت وبس يبياخه. وهيجي لونه من جوا بس جوزي، او بهذول هنا همين على الكتف، فهذا الجاكيت الثاني. وكلش احب هيجي جاكيتات الفصل الخريف، يعني الجاكيتات مال الخريف هم اكثر شي احبهم. اوكي هسه راح اشوفكم كل البلوزات اللي اشتريتهم الفصل الخريف والشتاء، والصراحة حتى لو انقص وزن وارجع لوزني اللي كان قبل الحمل، راح اقدر ابقى البس هذول البلوزات، لانه هي الموضة مال هاي الماركة انه اوفر سايز كبيرة مثل ما تشوفون، فحتى لو ارجع البس اكسترا سمول هذول راح يبقون يكونون مريحين وراح ابقى اقدر البسهم. فهذا البلوزة من ماركة فري بيبل، على فكرة جاكيتات الاثنين اللي اشتريتهم من ماركة سام ادلمان، اذا يهمكم تعرفون هذا الشيء. بس هاي البلوزة، او هم نسيت اقول لكم اشتريت بنطلون واحد واللي هو هذا اللي لابسته، هو مو بنطلون مثل الليجنز من ماركة سبينكس، همين الجلد كذبي، ما اعرف اذا تقدرون تشوفوه، بس هيجي شكله، ما اعرف اذا هيجي شيء، يعني سكيني، هذا الشيء الوحيد اللي اقدر البسه بهذا الوقت. وهاي البلوزة هيجي لونها، يعني احب هيجي الوان يعني نيوترالز للشتاء، خريف، ربيع، صيف، احب الالوان الفاتحة والنيوترالز. وبس خليته هنا بنطلون مالتي لاجنز، هو شوية طويل مثل ما تشوفون من ورا، وهيج شكله، واكيد اوفر سايز، وهو مثل تيرتل نيك، اقدر ابقيه هيجي اذا اريد، او اقدر اكفه، بس هيج شكله. هاي من ماركت فري بيبل، وشفت شخص اشتراه بقياس حتى اكبر من حجمهم ولبسوه مثل الدريس القصير، فاذا تريدون تشترون تسووا انه فستان قصير، هسه مثلا هذا قياس سمول، اذا تشوفوه هيج كبرى، اذا جبته بقياس يمكن ميديوم او لارج يمكن راح يكون لهنا، فيكون بس شوية فوق الركبة علي، بس انا حبيت اشتريه كبلوز، فبس راح يعني أحب أخليهم بالبنطلون هيجي، فراح يبقى طويل من ورا بس قصير من قدام، وأحب ألبس بلوزاتي هيجي. أنا بالعادة أحب الألوان الفاتحة للنيوترال للشتاء للخريف للصيف للربيع لكل شيء، بس الموضة مع الخريف والشتاء هاي السنة هي هيجي الألوان الوردية، الأزرق والوردي راح تشوفوه هواية بهذا الفصل. فشفت هواية عالم يلبسون أشياء وردية، هواية ماركات عندهم أشياء وردية حتى في الأحذية، فحبيت إنه حبيت هاي الموضة شوية. بالعادة أنا ما يهمني الموضة والترند الجديد، ألبس أي شيء أنا أحبه، فعلى كل حال حبيت أجرب هاي الموضة. هواية راح تشوفون هواية براندات عندهم اللون الوردي والأزرق، سواء بالأحذية بالبلوزات بالفساتين، فحبيت اشتري هاي البلوزة لونها وردي. انا بالعادة ما يهمني هواية امشي ويا الموضة والترند، بس اوقات احبهم واحب اجربهم مثلا اللون الوردي والازرق، فحبيت اشتري هاي. فهاي البلوزة همين اوفر سايزد مثل ما تشوفوها، بس رداناتها من نانا ضيقة، يعني فتني والباقي شوية كبير، وهمين مثل العادة احب اخليهم بالبنطلون مالتي هيجي، فمن ورا راح يبين طويل ومن قدام هيجي قصير، بس إذا أطلع يعني تقدرون تسووا فستان قصير إذا تريدون، أنا همين قصيرة، ف
يمكن هذا السبب، بس هذا هم من قياس السمول جبته، وهم من نفس الماركة ماركة فري بيبل. طبعا كلش أحب ملابسهم، فاشتريت كذا قطعة من نورستروم من كان عندهم سيل، ف كلش أحب هاي البراند اللي عندهم إياه. ف هاي البلوزة الثانية هيك شكلها، هيك التكشر مالته عن قريب يعني ملمسه، والقاحة مالته هيك شكلها يعني مثل التورتل نك بس كبيرة. فهاي البلوزة الثالثة كلش أحب هذول الألوان، الفصل الخريف الشتاء الربيع الصيف، أحب اللون الأيفوري والأبيض. على فكرة كلوي دا تبكي هسه بس أبوها وياها، فأعتقد هو دا يسكتها هسه. إذا تسمعوها تبكي بالخلفية صدقوني أبوها وياها، أني مو تاركتها لوحدها تبكي. فهذه البلوزة هيجي التكشر مالتها، بها هذا الديزاين من قدام هيجي، الياها مالتها هيج، والأردانات مالتها مثل ما تشوفون عريضة وبعدين ضيقة من جوا. وهاي البلوزة طبعا مو طويلة مثل الباقين، وهم أنا أحب خليها تاكتين بس إذا خليها لبرا هيجي شكلها. بس الصراحة أحس إنه ينطون يخلون اللبس أحلى من خليها بالبنطلون مالتي هيجي من قدام. على فكرة هنا إذا تشوفون وكأنه لبستها بالعكس، بس هاي بس الموديل مالتها هيجي، ما لابستها بالعكس، لابستها صحيح. اوكي هاي البلوزة الرابعة، همين لونها ايفوري يعني ابيض كريم لونها، ايفوري هيجي لونها، بس شوية شكلها مختلف. هذا الديزاين مالتها هيجي من قدام، من وراء الديزاين مالتها مختلف مثل ما تشوفون. اردناتها كلها عريضة، انا كفيتهم طبعا، والياخة مالتها هيجي. وهمين هاي البلوزة طويلة، وهمين مثل ما قلت لكم أحب أخليهم بالبنطلون مالتي هيجي. فهاي البلوزة الرابعة قولوا لي شنو رأيكم بهم كلياتهم، أي واحدة حبيتوها أكثر شيء. على فكرة هاي البلوزة تجي ويا هاي التنورة، نقدر نلبسها جوا البلوزة. التنورة همين هيجي الماتيريال مالتها ستريتشي انه مثل البلوز، وتلبسوها جوا البلوز. فخلوني اشوف لكم اياها، اني لابسة بنطلون راح البسها فوق بنطلوني بس حتى اشوفكم شلون شكلها. فهاي التنورة اذا ردت اسوي دريس انه فستان هيجي راح يصير شكلها، فبس فوق الركبة. وأقدر إذا تريدوا شوية أطول أقدر أنزلها شوية أكثر، أنا رفعتها شوية فوق أكثر، فهيجي راح يصير شكل الفستان إذا أريد ألبس هاي البلوزة كفستان. فهاي البلوزة تقدر تكون فستان أو تقدر تكون بلوزة، بس الصراحة ما أوكي طفت كاميرتي فهسه رجعتها. فكنت بدي أقول ما أعتقد هاي البلوزة تقدرون تلبسوها كبلوزة وكفستان، ما أعتقد راح ألبسها كفستان، لأنه صراحة ما أحب ألبس فساتين هواية لفصل الشتاء، لأنه أنا دائما بردانة، حتى لو ألبس تايتس أو الأشياء جواها أبقى بردانة، فما أعتقد راح أستخدم هاي. بس راح أستخدم البلوز أكيد، حبيت البلوزة، حبيت الياخة مالتها، هاي الياخة هيجي إنه مثل هيجي شكلها. اوكي همين اشتريت هاي البلوزة، هاي البلوزة الصراحة شوية اخاف من الباقين، فاعتقد اذا انتو تحتاجون بسرعة فصل الشتاء هيجي بلوزة راح تلوق اكثر لهذا الشخص. بس لون هاي انه ما اعرف حتى شلون اسمي هذا اللون، انه منتي يعني، ما اعرف اذا تقدرون تشوفون اللون مالتها. هاي ملبسها هيجي من فوق، الياخة مالتها هيجي يعني ماكو بيها اي شي، والأردنات طبعا هيجي مالتها، بس اني حبيت اصعدهم هيجي لفوق. ومثل ما تشوفون هالبلوزة يعني مو طويلة مثل الباقين، انه قياسها عادي. والصراحة ما اعتقد انا يعني بالعادة مثل ما قلت لكم احب اخلي بلوزاتي هنا، فاذا اخليها بالبنطلون او اطلعها لفوق راح احب البسها بالشكلين يعني. فكلش احب هاي، اعتقد راح البسها هواية اكثر فصل الخريف من الشتاء، بس لانه الماتيريال مالتها القماش مالتها شوية اخف من البلوزات الباقية. اوكي وهاي اخر بلوزة انه لونها اخضر فاتح،
كلش احب لونها طبعا، لونها مبين يا هذا لونها، ما اعرف اذا تقدرون تشوفون لونها الحقيقي على الكاميرا، بس لونها اخضر فاتح، اعتقد لونها يبين اصفر بالكاميرا بس لونها اخضر فاتح مو اصفر. فهيك شكلها طبعا كلش طويلة هاي، يعني هواية اطول من الباقين اذا تشوفون، يعني فعلا اقدر اسويها فستان اذا اريد. بس راح احد اكفها هيك، هذول رداناتها هيك شكلهم، هاي الرقبة مالتها، والصراحة هاي اكثر بلوزة انه كلش سوفت ملمسها، كلش كلش ناعم، كلش حبيت الملمس مال هاي البلوزة اكثر شيء، يعني كأنه أنا لابسة حرير بس مو حرير. فهاي هيك شكلها، أعتقد هاي أكثر بلوزة حبيتها الصراحة. أوكي، فمثل ما قلت لكم راح أبقى لابسة هاي البلوزة لأنه فعلا ملمسها كلش ناعم. بس هسه راح أشوفكم الأحذية اللي اشتريتهم. اشتريت هذول البوتات، يعني هذا هيك شكله من ماركة سام أدلمان، طبعا كلش أحب البوتات مالتهم، والموضة مال البوتات هاي السنة إنه هي المكعبة من قدام هيج شكلهم، يعني ال شو يسموهم سكوير المكعب المربع، ما أحب البلاتفورم أبدا، فأحبهم يكونون هيج ناصين من قدام، وهاي الكعب مالتها هيج، فراح يكونون كلش مريحين. أحب هيج الكعب بالأخص بالبوتات فصل الخريف والشتاء لأنه فعلا مريحين وأقدر ألبسهم كل اليوم، ولا كأنه هاي الماركة أكثر ماركة أحبها بالأحذية لأنه فعلا فعلا مريحين. والحذاء الثاني اللي اشتريته هم تقريبا شكله يشبهها بس من غير ماركة، هاي من ماركة ناين ويست، اشتريته بلون أبيض، وإذا تشوفون الملمس مالته التكشر مالته ما أعتقد تقدرون تشوفوه زين هيجي، إذا تشوفون مثل الملمس الحية جلد الحية، فشكله مثل جلد الحية بس أبيض، وهمين ال من قدام هيجي مربع سكويرتو، فهيجي شكلهم، ودا أكهم شاو وأسوي هيجي لأن جديد بعد نظيف مو لابسته أبدا. فكلش أحب هذولا، أحب الألوان اللي نيوترال مثل ما قلت لكم بالأخص بالأحذية لأنه يدقون كل شيء. وآخر شيء اشتريته هي هاي القبعة، هواي عالم يلبسوها الفصل الخريف الشتاء حتى بالصيف والربيع بس غير ملمس. صراحة ما ألبس قبعات هواية بس حبيت أشتريها وحسيت إنه فان، فخلوني أشوف شلون شكلها. فهيجي شكلها، لأنه يعني حبيت شكلها، لأنه يعني شكلها حلو، هواي عالم يلبسون هيجي قبعات الفصل الخريف الشتاء، صراحة ما أعرف شن رأيكم، إي لأ، ما أعتقد اللي قولي، هواي عالم يلبسون قبعات وشكلهم كلش حلو عليهم، بس ما أعتقد القبعات اللي قولي، فما أعرف إذا راح أبقي هاي القبعة، هيجي شكلها من قدام من الجهة، قولوا لي شنو رأيكم، إذا يعني رأيكم الصريح إذا شكلي أوكي وياها أو بشع، لأن الصراحة ما أعتقد القبعات يلوقوا لي أبدا، أعتقد اللي يلوقون هواية عالم أكثر مني، فلهذا السبب هم ما ألبس هواية قبعات، بس هيجي شكلها، نزلت شعري من قدام، ما أعرف إذا راح يخلي شكلها أحلى أو لا، ما أعرف. قولوا لي شنو رأيكم، إذا ما حبيتوها عادي، لأن الصراحة ما أحب هواية القبعات، بس كلش أحب هذولا، أشوف العالم يلبسوها كل الوقت وشكلها حلو عليهم، بس من أجربهم ما أعرف ما أحبهم علي أبدا، يا ما أعرف دا أشوف الكاميرا دا أشوف شلون شكلها ما أعرف، بس خربت شعري. فقولوا لي شنو رأيكم، إذا حبيتوها أو لا شاركوني برأيكم الصريح، صدقوني ما راح أزعل، ما أحبهم هواية علي على كل حال، بس إذا تحبوها يمكن راح أبقيها. فهذولا كانوا كل الأشياء اللي اشتريتهم، طبعا تعبت قضيت 30 دقيقة ألبس وأنزع ألبس وأنزع، أحس سويت رياضة، فأتمنى إنه حبيتوا هذا الفيديو، وإذا تحبون يجي فيديوهات قولوا لي، لأن الصراحة كلش أحب أجرب ملابس حتى لو يتعبوني. فإذا تحبون يجي فيديوهات راح أشوفكم أي شيء أشتري وأجربه وياكم وأخذ رأيكم فيه. فأتمنى أنه حبيتوا هذا الفيديو، شكرا هواي على مشاهدتكم، إذا حبيتوا هذا الفيديو ما تنسون تسوون لايك وتشتركون بقناتي إذا أنتم مو مشتركين بالقناة، وراح أشوفكم بالفيديو الجاي، باي.